مفروض اعرض لك تقرير، بس التقرير ده بقى هذا الرجل كابتن محمد حلاوته. كابتن محمد حلاوته ده راجل بسم الله ما شاء الله عليه يعني مهول. قول لي ليه؟ هل عشان هو رياضي وكده؟ اقول لك اكتر من كده، هو رياضي جدا. هذا الرجل كان بطل في لعبة كمال الأجسام من حوالي 24 سنة، تمام؟ ده معناها أنه من دوري كده، يعني احنا بنتكلم في الخمسينات بقى، يعني 51-52 سنة تقريبا. وبعدين حصلت له إصابة، واخد بالك؟ وهذه الإصابة خلته أنه ما يقدرش يمارس اللعبة أو يكمل في ممارسته للعبة اللي هو بيحبها. يجي كابتن محمد حلاوتهم يبدأ يشتغل على إصابته، وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا شفاء وعفاء من هذه الإصابة. أنا بقول لك بجد، لأن أنا عارف الراجل مش بشكل شخصي، أنا تابعت قصته كلها. ويقرر يرجع تاني، والله العظيم يا ملاح، رجع تاني يلعب رياضة من أول وجديد. وبعد وهو بسم الله ما شاء الله هتشوفه دلوقتي يعني بطل بطل يعني، رجع يلعب تاني بأوزان خمسات. أنا كنت لعيب قديم، بس أنا كنت بتاع باور ليفتنج يعني. تعرف يعني إيه خمسات؟ لواحد اتعود يلعب مثلا بايسبس ب 35 و 40 وحاجات زي كده. والله أنا كنت بلعب ب 35 و 40 عادي، فين أيام زمان حاجة؟ إلا إنه بقى أيام زمان دي بقى هي اللي هيرجع لي محمد حلاوته. آه والله. فالمهم، فكابتن محمد حلاوتهم عاود التريض مرة تانية، وعاود لعب الرياضة مرة تانية، وعنده إصرار شديد يلعب بقى بخمسات ومش عارف إيه، ويزود أوزانه ويحط لنفسه الكورس بتاع التدريب وكورس التغذية وما إلى ذلك. خد بالك، ولم يلتفت إلى أي حد يحاول يحبطه. أنت كبرت يا كابتن، خلاص يا كابتن، إحنا عجزنا يا كابتن، الكلام اللي بيتقال لي طول الوقت. آه جابوا لي احباط. المهم يعني كل اصحابي جابوا لي احباط، كل ما اقول لحد انا عايز ارجع العب رياضه تانية، لا على صحابي يقول لي يا عم كبر دماغك بقى، كل سنه طيب، احنا كبرنا يا عم يوسف. المهم بقى ايه، فكرت محمد حلاوتهم رجع يلعب رياضه تاني، خد بالك، وهيشارك. يعني ايه؟ يعني هينزل بطولات تاني. حقيقي مش هزار، انا عايز اقول لك انه بسبب كابتن محمد حلاوتهم انا مش هزار خدت قرار ارجع تاني العب رياضه بقى ايه، لعب الاوتا لما فيهاش هزار. عايز اقول لك انه بالفعل دخل بطوله ايرون مان، وخطف الانظار في بطوله العرب، خطف الانظار. وانا اعتقد انه يا رب يديله الصحه والقدره يخش بقى بطوله الاساتذه. يا السلام عليه، شوف واحد مصري أصيل بإصرار المصريين، إصرار المصري، لو حط حاجة في دماغه هتحصل، هتحصل بالطول بالعرض هتحصل. وده اللي عمله مواطن والرياضي والبطل المصري محمد حلاوتهم بعد توقف 24 سنة. اتفرج على الحدوتة دي. كابتن محمد طه دخل في 51، شهرتي في اللعبه محمد حلاوته. بدات وانا عندي 14 سنه، تدربت في الناشئين لغايه 21، عملت اول جمهوريه تحت 17 سنه، ثم تدربت عملت اول جمهوريه 7 مرات متتالي. بعد بطوله الجمهوريه عملت اول تجارب عالم ناشئين، ولعبت افريقيا في 98، وحصل لي بعديها خلع وتهتك في الاربطه في كتفي. حياتي اتدمرت، حياتي اصبحت لا قيمه. قعدت اكتر من 24 سنه بعيد عن اللعبه، جالي زي حاله نفسيه ورجعت في الرياضه في سنه 2020. كله قال لي مش هترجع زي الاول، انت بعد ما شاب ودوك كتاب. كسرت نفسي، اتحديت العالم كله، حتى لدرجه اقرب الاقربون قال لي دي حلاوه روح. اتحديت اكتر وقابلت الصعوبات، والحمد لله رجعت بفضل ربنا. قعدت اعمل علاج طبيعي 4 اشهر اول ما رجعت في 2020. لعبت سنه وثمان اشهر، كسبت بطوله ايرون مان الحمد لله، تاهلت لبطوله العرب وربنا كرمني ببرونزيه بطوله العرب. من اول جمهوريه من بطوله العرب من الميداليه الاولانيه دي 32 سنه فرق.
رياضه الجيم مش مجرد تعتيل او اي لعبه او اي حركه والسلام، بمعنى ان الكابتن محمد حلاوتهم هو ليه دور كبير بالنسبه لنا هنا في اللعب. بيقف جنبنا، بيساعدنا بدون اي مقابل، يعني بيقف جنبنا لو في اي حركه، لو احنا مثلا ممكن في حركه ممكن نتصف فيها هو بيعدلها لنا. فهو بصراحه ليه فضل كبير علينا هنا في اللعب وبدون اي مقابل. وجود كابتن محمد في الجيم هنا نقطه تميز الجيم، لان اي حد في الجيم في الصاله بيتمرن بيبقى ضامن ان هو هياخد الحركه صح. نفسي ابقى طبعا زيه، طبعا دي حاجه تشرفني طبعا، المثل الاعلى يعتبر ان انا ابقى زي كابتن محمد. طبعا في السن والكلام دوت وفي البنيه العضليه، ان هو عنده معدي 50 سنه والبنيه العضليه عنده شغاله بالتكنيك دوت وبالاداء الحركه دوت، فهو بطل والناس كلها نفسها تبقى بطل زي كابتن محمد. انا اتحديت الصعوبات اللي قابلتني، صعوبات كتيره، نظام الاكل، ما بقتش ادخل بروتين حيواني، دخلت بروتين نباتي، بقيت افكر لان عاوز اعمل حاجه. بطل العالم ضحك ما بقول له، انا بيقول لي بتتغدى ايه بعد التمرين؟ قلت له بتغدى اجنحه. قال لي ازاي؟ قلت له انت عامل عضلات بفلوس؟ قلت له من عند ربنا. احب اقول للشباب ابدا، ما تخليش حاجه تحبطك، ما تفكرش في نظام الاكل اللي هي لعبه مكلفه، في بدائل كتير، ابدا وما تخليش حاجه ترجعك لورا.